صباح الخير مشاهدينا، راح نكون معكم في خريف وشتاء موسم 2016-2017 في عرض أزياء متخصص متميز في بعض الماركات العالمية. خليكم معنا مشاهدينا لحتى نتعرف أكثر على أهم ما يميز هذا الموسم من بدل رجالية، ونتعرف أكثر على أنواع وألوان وتصاميم البدل الرجالية. خليكم معنا، صباحكم سعيد. مشاهدينا معنا الآن الأستاذ خالد أبو الفيلات، راح يعرفنا أكثر على هذا العرض، عرض الأزياء الخاص بالبدلات الرجالي. نحكي لك صباح الخير في برنامج يوم جديد. حابين تعرفنا أكثر على هذا الموسم، موسم 2017، تحكي لنا شو راح يضم من أقمشة، ألوان، أشكال؟ الموضة الثلاث قطع، البدلة ثلاث قطع، وفي كومبينيشن اللي هو بنطلون لون والجاكيت لون والجيلي لون، هاي آخر ألوان الموضة. وبعدين كله الألوان الكحلي، درجات الكحلي والريال بلو هي اللي بالموضة أكثر إشي السنة. حابين تحكي لنا أكثر عن الماركات العالمية الموجودة، أنواع الأقمشة، شو بتتميز عن العام الماضي؟ الأنواع الأقمشة هي السنة كله صوف 100%، وهي تلتبس أربع مواسم، لأنه بتعرف الجو هلأ الناس اتجهت للتكييف والتدفئة، السيارة مدفئة، المحلات مدفئة، البيوت مدفئة، يعني البالطو فوق البدلة موضة. شو رأيك بتشكيلة البدل الخاصة بموسم 2017؟ أهلا فيك. والله البدل حاليا كله تشكيلة جديدة وحلوة، وتخص الشباب بالأحرى، والألوان الكحلية بالذات دارجة هاي الموضة هلأ. حابين تحكينا شو رأيك بعرض الأزياء، وانت أحد المشاركين فيه، وتحكينا شو رأيك بالبدل؟ نعم، اليوم كان حفل أزياء جميل، وشاركنا بفعالية، ووجدنا تشكيلة جميلة أيضا من شتاء 2017، تشكيلة واسعة.